بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا بحضراتكم. بالنسبة للويبينار بتاعنا النهاردة إن شاء الله نبدأ نتكلم على كيفية الانتقال في الأسواق الأمريكية أثناء فترة الانتخابات، وإيه التذبذب اللي ممكن يحصل خلال الفترة دي، وإيه التوقعات بتاعتنا وتأثيرها هيكون على السوق إيه خلال الفترة الجاية. أستاذ عليكم إن احنا من دلوقتي شير للسكرين نفسها بتاعت البرزنتيشن اللي نبدأ نتكلم فيها، ونبدأ نتحكم خطوة خطوة بالنسبة للتوقع والرؤية والأناليسيس بتاعنا خلال الفترة القادمة إن شاء الله بالنسبة للماركت فيو خاص بالأسواق الأمريكية. الديسكليمرز بالنسبة لي إن أي أناليسيس مبني عندنا في شركة في CFC أو في سنتري فاينانشال، إحنا بنعتبر إن ده سجيشن، مش لازم الماركت يتبع كل الأناليسيس أو كل الريكومنديشنز بتاعتنا. بالعكس، ده إحنا بنقول إن الماركت في عندنا الماركت ده أي ماركت CFD أو أي ماركت بالتعامل بالنسبة للدولة بالفروق ممكن يكون بيواجه بعض المخاطر اللي في الاستثمار بتاعنا، وعشان كده لابد التوجيه ليه في البداية. الـ US election 2020، الانتخابات الأمريكية السنة دي موجودة، في عندنا اثنين مرشحين هم الأبرز، طبعا الرئيس الأمريكي الحالي اللي هو دونالد ترامب، والرئيس دلوقتي بالنسبة للمرشح المنافس ليه البايدن. في واحد منهم بيبقى بينتمي للجمهوريين والتاني بينتمي للديمقراطيين الخاصين في الولايات المتحدة الأمريكية. الاثنين مرشحين اللي هم الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيتنافسوا دايما على السلطة في أمريكا. الانتخابات السنة دي أو دايما بيتلاحظ إن فيها بتبقى نسبة تذبذب بتبقى عالية جدا during the election time. ده دايما اللي بنشوفه. التوقع السنة دي هيكون أكثر شراسة نظرا لأن السوق حجمه بقى أكبر بكتير جدا من الأول، فعدد الناس المضاربين في الأسواق الأمريكية تضاعف بنسبة كبيرة جداً خلال الفترات اللي فاتت. آخر فترات كنا بنشوف الفولاتيليتي بتوصل 7% في فترة الإليكشن، بدأنا نشوف بعض الفولاتيليتي بتتعدى القيم دي. سواء نبدأ نتكلم على الاثنين المرشحين دلوقتي، هو هتكلمنا على المرشح الجمهوري اللي هو دونالد ترامب. دونالد ترامب خلال الفترة اللي هو مسك فيها الولايات المتحدة الأمريكية شفنا إن السوق الأمريكي بدأ يواجه ارتفاعات كبيرة غير مسبوقة دي، سواء من ناحية المؤشرات زي مؤشر ناسداك، مؤشر S&P 500، مؤشر داو جونز، كل الأسهم واجهت بدأت تشوف صفقات مستويات سعرية مرتفعة جدا 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 ليها، وده انعكس على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة بتاعت حكم دونالد ترامب كمرشح جمهوري. في حالة بقى لو ترامب كسب، أو بالنسبة للمنافس بتاعته اللي هو مرشح الديمقراطي بالنسبة لنا بايدن. بايدن الخلفية بتاعته خلفية بيزنس مان زيه زي ترامب، الاثنين كانوا بيزنس مان، الاثنين في الاقتصاد طبعا بدون شك. إن كان بايدن خبرته الإعلامية كان بالنسبة لبرومبرج أونرز، فهو أوتوماتيك ريدي عنده خلفية بالنسبة للمجال الإعلامي ومجال الميديا، فعشان كده الميديا أغلبها بتتحرك مع الرئيس أو المرشح الرئاسي بايدن دايما ضد ترامب، ودايما ده كان أكثر حاجات اللي بيواجهها ترامب. الصراع ما بينهم بدأ يحتد، والصراع دلوقتي بياخد طابع إن هو صراع اختاري. الماركت عامة بيتحرك في الفترات الحالية ما بين بشكلين مختلفين اللي هو فاندمنتال وتكنيكال، بيتحرك عن طريق تذبذب فاندمنتال اللي هو حتى مع دي الأخبار، وبيتحرك عن طريق تكنيكال اللي هي مناطق السبورت اند ريزيستنس. طبعا دلوقتي تأثير الفاندمنتال أو تأثير الأخبار على الماركت أعلى بكتير جدا جدا من تأثير التكنيكال والسبورت اند ريزيستنس اري خلال الفتره الحاليه، لان فتره الانتخابات هي فتره فيها تقلبات كثيره جدا للاسواق. بيطلع اخبار، يعني مثلا شفنا الاسبوع اللي فات كان اخبار خاصه مثلا باتهام بايدن لترامب دي ان هو بيحصل على تمويلات من الصين، وانه اخفاء تقاريره الضريبيه بدا يتوجه الموضوع ده.
ترامب بدأ يوجه اتهامات تانية لبايدن بتشمل منها تورط ابنه في بعض الأعمال الغير قانونية، منها تورطات بالنسبة لابنه في بعض العمليات المشبوهة. ده برضو بدأ ينعكس بشكل آخر على السوق، ولو شفنا بتأثير خبر زي كده إزاي بيقدر يأثر حركة في الستوكس بنسبة كبيرة. خلال الفترة الحالية المفروض احنا بنواجه فترة ايرنينج ريزلت للشركات الامريكية، اي تقارير ارباح الخاصة بها، وطبعا المفروض تكون ايجابية، وفي شركات فعليا طلعت تقارير ارباح ايجابية زي شركة تسلا طلعت الاسبوع اللي فات تقارير ارباح ايجابية جدا، بس كانت النتيجة ان الماركت ما استقبلش نتائج الارباح اللي محققها الشركات بشكل ايجابي، مؤثرش على اداء السوق، بالعكس السوق الناس متخوفة لسه من الانتخابات الامريكية لان هي الحدث الاهم اللي ممكن يأثر على السوق سواء تأثير ايجابي او تأثير ايجابي او تأثير سلبي. طب هنبدأ نتكلم دلوقتي على موضوع بدأنا نحلل من سنة 1928 لغاية سنة 2019. طيب لو الرئيس الحالي حصل ان هو تم الانتخابات بتاعته، هنشوف ايه الامباكت بتاع الموضوع ده بعد كده على الماركت. تبقى للتحليلات الهيستوريكال داتا، لما بنعمل هيستوريكال اناليسيز عشان نقدر نتوقع to predict اللي ممكن يحصل عشان نبقى فاهمين السوق ممكن يمشي ازاي خلال الفترة القادمة، هنبدأ نقول ده لو جه رئيس جديد بنشوف ارتفاع في قيمة الستوكس بقيمة 9.3%، لو جه وفي البومز اللي هي السندات بقيمة 6.7%، ده قيمة الارتفاع اللي ممكن نشوفه لما يحصل تغيير رئيس، يعني ده هيكون رئيس جديد. يبقى في حالة تبين لنا ان الافريج المتوسط اللي بيحصل لما يكون رئيس جديد، يعني الماركت بيتحرك حركه ايجابيه من 9.3 وده بالنسبه لي الستوكس اللي هي الشركات، وبيتحرك 6.7 بالنسبه لي البونز. طب لو كان الرئيس ده هو نفسه الرئيس السابق، لو هو نفسه الرئيس السابق تم تجديد لي، الهيستوري بيقول ان في المرات اللي حصل تجديد للرئيس السابق شفنا السوق الستوكس اتحرك ب 13.4% والبونز اتحركت ب 4.2%. As all يعني كمتوسط بيحصل إيه؟ متوسط الحركة في حالة تغيير أو حالة انتخابات رئاسية بتبقى 11.3 في الستوكس و 5.5 في البونز. ده بيقول لنا إن ممكن يبقى فيه volatility عالية جدا جدا جدا. طب إيه السيناريوهات أو إيه الهيستوري اللي بيقول لي بالنسبة لي 3 شهور قبل الرئيس ما يمشي ايه اللي ممكن يحصل؟ ده هيستوريكال اناليسيس برضو بيدينا بنراجع نفس الفتره اللي هي من 28 لحد وقتنا الحالي. طب شفنا ده اس ام بي 500، الاس ام بي 500 ده قبل الانتخابات الرئاسيه، الجزء اللي بيمثل في الدايجرام هنا ده قبل الانتخابات الرئاسيه وده بعد الانتخابات الرئاسيه. بنقول ان هو قبل الانتخابات الرئاسيه نلاحظ ان قبل الانتخابات الرئاسيه في حدود 6 شهور الماركت بيكون ماركت الاس ام بي 500 اللي هو اقوى مؤشر في السوق الامريكي من ناحيه اكبر مؤشر رياليستيك اور رياليستيك انديكيتورز خاص بالسوق الامريكي هو الاس بي 500، لان عدد الشركات اللي فيه كبير الفاليوم بتاعه صغير، فبالتالي في عوامل كتيره بتخليه انهم افضل مؤشر في السوق الامريكي. فلما يكون اس ام بي 500 لو ارتفع قبل 6 شهور قبل الانتخابات من الرئاسية وبعد كده قيمة 6% وبعد كده وصل 4% خلال 3 شهور وبعد كده في شهر قبل الانتخابات الرئاسية 3%، ده بيديني مؤشر احتمالية كبيرة يكون التجديد للرئيس الحالي. أما في حالة أنه كان قبلها بست شهور واجه 1% بعدها بثلاث شهور حصل هبوط 2% وخلال الشهر التداول حصل هبوط 1%، ده كمتوسط بيديني سيجنال ان تم تغيير الرئيس اللي تم انتخابه او يبقى في رئيس جديد للولايات المتحده. طبعا احنا بنقول نتكلم داخل الفتره دي من 36 لغايه 17. بيقول لك ان يوم الالكشن او يوم الانتخابات لو فاز نفس الرئيس اللي هو الحالي اللي هو يمثله اللون البيربل، هيبقى في حالة إن هو لو فاز نفس الرئيس هيبقى بنشوف هبوط في السوق خلال قيمة 1% بيستمر في أول يوم
خلال الأسبوع التاني برضه 1%، خلال شهر ممكن يوصل لغاية 2.5%، بعد كده بعد نهاية السنة هيتي برضه بيلو، بعد 6 شهور قد نرى ارتفاع في السوق يوصل 2%، بعد سنة بنشوف ارتفاع في السوق يتخطى 6%، يعني يوصل للقمة اللي كان عندها قبل كده. يبقى بعد 6 سنة من انتخاب الرئيس بيظهر الإفكت أو الإمباكت بتاع التغيير الرئاسي، سواء كان لو نيو بريزيدنت بنشوف ارتفاع في حدود 3%، أما لو كان تجديد لنفس الرئيس الحالي قد نتوقع أن حدوث متوسطات ارتفاع تتعدى 6%، ده هيستوريكالي أناليسيس. بنشوف أفريج متوسط الحركة اللي حصلة في السوق من خلال الرؤساء الفترة اللي فاتت. ده التنوع ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، سواء هو الريبابليك والديمقراطيك بريزيدنت خلال التاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال عدد من الرؤساء السابقين للولايات المتحدة. بنلاحظ إن الديمقراطيك أو الديمقراطيين متوسط الأفرج بتاع الحركة الإيجابية للسوق أعلى من الريبابليك أو الجمهوريين، متوسط الحركة للماركت خلال فترة حكم الرؤساء الجمهوريين. طب بس في حاجة مهمة لازم يكون خدها في عين الاعتبار، إن لو شفنا متوسط الحركة بتاع ترامب هتلاقيه مرتفع نسبيا مقارنة أو قرب من متوسط الحركة بتاع أوباما، بس أوباما هو خد دولتين رئاسيتين في حين ترامب دولة رئاسية واحدة، فبالتالي ما نقدرش نحكم على أداء دولتين رئاسيتين زي أداء دولة رئاسية واحدة. دي أول نقطة. تاني نقطة، إن في بعض الرؤساء في فترة الحكم من الديمقراطية من الريبابليك أثروا بشكل سلبي جدا على الأداء بتاعهم، منهم رئيس زي بوش اللي هو جورج بوش الإب، زي هنلاقي زي فورد برضو أثر، كان أداءه سلبي جدا في فترات حكمهم، فبالتالي دول كانوا نيجاتيف إمباكت بالنسبة للماركت نتيجة عدد المشاكل اللي واجهوها. بس بدون شك بيدينا مؤشر إن متوسط القوة بالنسبة للجمهوريين الريبابليك بيكون أعلى من الديمقراطيك في الأبسايد، في حالة إن احنا عملنا إجنور للداونسايد بتاعنا. هنا بنشوف الأفرج ما بين الاس ام بي وقدرته على ان هو يعمل ريكفر للجاب اللي ممكن تحصل خلال فترات حكم الرؤساء السابقين. بنلاحظ ان برضو خلال اوباما قدرت يعمل ريكفر بنسبه كبيره ما بين الالكشن ديت، الفترات اللي حصل فيها هبوط خلال فتره الالكشن وفتره حكمه قدر يعمل ريكفر بعد قد ايه. طب هل في ضوء كل المتغيرات اللي احنا بنشوفها والتذبذبات اللي اتكلمنا عليها خلال السوق، هل ده يعتبر هو الوقت المناسب للاستثمار، ولا يفضل ان انا اجل قرار الاستثمار بتاعي ما يكونش مدخلش في السوق الفتره الحاليه نتيجه التذبذبات العاليه؟ التذبذبات زي ما هي حاجه سلبيه للماركت، هي حاجه ايجابيه في نفس الفرصه وقت اللي هي فرصه لاي مستثمر عايز يدخل الماركت. بس دخول الماركت في الفترات التذبذبات لابد من دخول بحذر شديد جدا، لان الماركت فيه تقلبات، فلما يكون فيه تقلبات وفي تذبذبات في السوق عاليه جدا، ده معناه ان معاملات الريسك بتبقى عاليه، معاملات الخطوره عاليه. الخطوره موجوده في السوق، كده كده اي استثمار فيه خطوره، كده كده اي انفستمنت فيه ريسك، فيه انفستمنت ريسك. النقطة المهمة إن أنا إزاي أقدر أتعامل مع معامل الخطورة ده بشكل آمن، يعني ما إزاي أقدر يبقى الخطورة عندي محسوبة، إنما خطورة غير محسوبة معناها إني أنا ده uncalculated risk، ده خطورة غير محسوبة معناها خطر عالي جدا 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 على استثمار. بغض النظر كانت قيمة الاستثمار قد إيه، انت بتواجه خطورة ان الحساب بتاعك بالكامل او الاستثمار بتاعك بالكامل يتم ان هو يحصل عملية ليكويديشن او يحصل الاستثمار بتاعك بالكامل عملية هبوط الاستثمار. من اكتر العوامل اللي بتأثر على اي مستثمر او اي استثمار خلال فترات التذبذب هو موضوع التضخم او الانفليشن. التضخم هو بيقول ما
معنى كلمة التضخم ده المعنى الأكاديمي لكلمة التضخم هو ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات ذات الاستخدام اليومي زي الطعام، الملابس، السكن، الترفيه، وده بيأثر على الانكم بتاع البشر. فبالتالي في حالة زيادة قيمة السلع الأساسية اللي بيحتاجها الإنسان ده بيعتبر تضخم في قيمة السلع. يعني تضخم، تضخم قيمة العملة، بقت العملة أكبر عشان تقدر تحصل على نفس السلعة، يعني العملة فقدت جزء من القوة بتاعتها. يبقى التضخم من أكثر العوامل اللي بتأثر على العملية الاقتصادية. زي ما شفنا مثلا في دولة زي فنزويلا كان معدلات التضخم فيها وصلت أرقام فلكية، نظير إيه؟ إن العملة نفسها فقدت القيمة بتاعتها. الحكومة هناك لجأت لطباعة عدد كبير من العملات بدون وجود غطاء ليها عشان تقدر تسدد المرتبات للموظفين اللي بيشتغلوا في النظام الحكومي، يقدر تسدد مصاريف الحكومة، بدأت تسدد مصاريف عن طريق طباعة عملة. فبالتالي حصل حاجة اسمها ارتفاع لمعدل التضخم. فالخدمات اللي كانت بتحصل عليها في دولة زي فنزويلا في فترة من الفترات، كل حاجة اللي كنا بنقدر نشتريها، حد المواطن الفنزويلي كان بيشتريها بقيمة 100 دولار، بقت قيمة الحاجة نفسها دلوقتي مش قيمتها بالدولار 100 بيزوس هي العملة بتاعت فنزويلا، لا، القيمة بتاعتها وصلت لغاية مليون، يعني من واحد من 100 لمليون، يعني مليون في المية معدل التضخم أو الانفليشن. وده طبعا كارثة اقتصادية، ودي المشاكل الاقتصادية اللي واجهتها فنزويلا واتكلمنا فيها في التضخم تحديدا. معناه في نقطة تاني، أقدر أستثمر فين؟ دايما المستثمر بيسأل الأسئلة دي، هل الوقت مناسب للاستثمار؟ وتاني سؤال دايما بيسأله أي مستثمر في الماركت هو Where do you invest؟ أقدر فين الأماكن المناسبة للاستثمار بتاعي؟ إيه السيكتورز اللي أقدر أستثمر فيها؟ هل أقدر أستثمر في قطاع التكنولوجي، قطاع الطاقة النظيفة، أنهي قطاع يبقى بالنسبة لي ممثلي فرصة استثمار جيدة؟ هو ده اللي احنا نقدر نقول Where do you invest؟ الاستثمار بينقسم حسب المستثمر النيد بتاعته ايه. زي ما في هرم اسمه هرم الاحتياجات الخاصة بالمستثمر، في هرم تاني هرم استثماري. هرم الاحتياجات اللي احنا اتكلمنا فيه الاحتياجات الأساسية قبل كده للمستثمر، اللي هي الحاجات الأساسية مش المستثمر الشخص العادي، اللي هو تأمين الدخل، تأمين الطعام، تأمين الميديكال انشورنس، تأمين المستقبل، تأمين التعليم. هو ده هرم اسمه هرم مازلو، بيشرح الاحتياجات الخاصة بالإنسان. في هرم تاني للاستثمار، هرم الاستثمار بيبدأ من أول حاجة اللي هي احنا قلنا ايه، الخدمات اللي هي في قاعدة الهرم اللي هي الحاجات الأكثر أمانا. كل ما ارتفعنا إلى قمة الهرم كل ما كان جزء الاستثمار أو القطاع الاستثماري ده يعتبر أعلى خطورة. احنا هنا بنتكلمنا أول حاجة اللي هو السيفنج أكاونتس اللي هي الوعاء الادخارية، حسابات الادخار، احنا تكلمنا الماني ماركتس، ده الحاجات الأساسية خاصة بيك. طبعا لما تقدر نوصل لاخر لقمه الهرم هنلاقي ان هو الفيوتشر كونتراكتس، العقود المستقبليه للشركات، حقوق الملكيه الفكريه الخاصه بالشركات، دي حاجات ادفانسد جدا في الاستثمار، فبالتالي دي معدلات الخطوره بتاعتها بتبقى اعلى. التنوع ما بين انواع الاستثمار الاربعه دول هو اللي بيخلق الثبات للاستثمار بتاعك. اي استثمار مبني على ضلع واحد من قطاع أضلاعه، مبني على سيكتور واحد من السيكتورز بتاع خاصة بالاستثمار، قطاع واحد، ده استثمار خطر جدا لأنه يمثل خطورة عالية جدا على الوعاء الاستثماري الخاصة بك. What is the asset classes؟ asset classes يعني asset classes، asset classes يعني الأنواع الاستثمار أو الأصول. asset يعني أصول. الأصول باختصار هي معناها إيه؟ مجموعة من الأوراق المالية ليها خصائص وأسلوب متشابه، فبالتالي بيتم جمعها في قطاع واحد. يعني أي نوع من أنواع الأوراق المالية بتشترك مع بعض إنها يكون ليهم نوع واحد، زي الفضة والذهب. دول اسمهم إيه؟ أصول معدنية مثلاً، الفضة والذهب والنحاس والحديد، فدي كلها معادن، مشترك انها كلها معادن. لو اتكلمت عن
الغاز الطبيعي، البترول، برنت، الويست تكساس، الخام الانجليزي، الخام الامريكي، كلها دي اشتركت لانها في الانرجي. فده معنى كلمه الاصول، التداول في الاصول او نوع الاصولي. هيبدا اتكلم اكثر تفصيلا. اول نوع من انواع الاصول اسمه الاسهم. الاسهم هو نوع الاصول الخاص بالشركات. اي شركه بيبقى فيها قيمه الاسهم الخاصه بيها. فازاي بيحصل تقسيم الشركه دي القيمة لاسهم؟ ده عن طريق لما تبقى الشركات مصرح ليها بالتداول في البورصات اللي بتتبع ليها الشركه، فبالتالي انت بتحصل على قيمه اللي هي قيمه السهم الخاص بالشركه دي. والاسهم دي طبعا بيبقى في منها حاجه اسمها ريفينيو، يعني الشركه لما تقوم بتحقيق ارباح بنقدر نجني جزء نظير حفظنا للاسهم والحقنه في الاسهم اللي موجوده دي للشركه اللي احنا ثبتنا كمحفظه بتاعتنا الخاصه بالاسهم. ده معنى كلمه الاسهم والتداول بالاسهم. تاني نقطه هنتكلم فيها هي السلع، الكوموديتيز. السلع دي بنشمل الانرجي زي ما اتكلمنا، الجرينز اللي هي الحبوب والاويل سيدز، الحبوب اللي هي الزيتيه، الميتالز طبعا الكوموديتيز، السوفتس اللي هي زي الكوفي والمسكرات، اللايف ستوكس زي الهاج لايف والكاتل لايف والفيد اللي هي اللحوم او الجزء الحيواني الخاص باللحوم الحيوانيه المذبوحه واللحوم الحيوانيه الحيه، والفيدرز اللي هي لحوم التعليف. كل قسم من دول زي ما احنا اتكلمنا ان كل مجموعه بيتم جمعها من الاصول اللي هي محطوط في الاسيتس بتاعتها، الاسيت مينينج كل مجموعه موجوده بيتم حفظها في جزء خاص بيها. فبالتالي ده جزء الخاص بالسلع او اللي هي الكوموديتيز اللي هي بتعتبر من اهم الحاجات في اي استثمار. لازم نستثمر جزء في السلع، ما نقدرش نستثمر في قطاع زي قطاع الشركات ونهمل القطاعات الثانيه. لابد من اي استثمار يكون مبني على التنوع، diversification. كل ما كان الاستثمار متنوع كل ما كانت معاملات الخطوره اقل، كل ما كان زادت الارباح بتاعته نتيجه ان هو في قطاعات مختلفه. فده بيعمل حاجه اسمها تقليل معامل الخطوره على الاستثمار بتاعك على المدى البعيد والمدى القصير. برضو التنوع مهم جدا جدا لاي استثمار. بيبقى في تنوع في قطاع، يعني ممكن اتنوع في قطاع زي قطاع السلع، وبيحصل برضو سب دايفرسيفيكيشن ان انا اعمل تنوع داخل قطاع السلع في ما بين الحاجات الخاصه. مثلا ممكن اعمل تنوع ما بين الانرجي سيكتور زي الاويل، واعمل بعض الحاجات مثلا اخدها في الميتال زي الجولد، واخد بعد كده اللي هو اللايف كاتل او اللحوم الحيه او اللحوم المذبوحه. يبقى كده عملت تنوع داخل القطاع السلع الخاص بي. طبعا ده سب دايفرسيفيكيشن من دايفرسيفيكيشن اساسي الخاص بالسيكتور اللي احنا اتكلمنا فيه ده، هو السيكتور بتاع الكوموديتي بتاعك. نقطه ثانيه هتكلم فيها اللي هو الفوركس، فوركس اكسشينج. عشان نبقى فاهمين الفوركس، دايما الكلمه دي الناس بتخطئ في الفهم بتاعها. فوركس دي اختصار لكلمه اسمها فورين اكسشينج، يعني تحويل العملات او تبادل العملات الخاص بالسلع او بالاسواق الماليه. تبادل العملات او المضاربه في العملات، طبعا احنا بنشوف ان الجلوبال ماركت بالسوق العملات في العالم بيحصل له تضخمات خاليه. وصل لغايه دلوقتي احنا بنتكلم في سوق حجمه 6.6 تريليون يو اس دي بير داي. فطبعا بدون شك حجم خيالي لقيمة السوق اللي احنا بنقدر نشوفها. الانكريز بتاعه من 2016 قيمته 29%. ده معنى ان انا اقدر اشتري زوج عملة مقابل زوج تاني، او ان انا ابيع زوج من العملات مقابل الزوج التاني، زي ما انا اقدر اشتري اليورو يو اس دي، يعني اشتري اليورو مقابل الدولار، او اشتري مثلا يو اس دي ين بشتري الدولار مقابل الين. فهي دي ازواج العملات. في عندنا عملات اسمها عملات اساسيه، اللي هم ست عملات اساسيه اللي هو الدولار، الباوند، اليورو، الين، الياباني، الفرنك السويسري، الاي يو دي او الدولار سوري كاد اللي هو الدولار الكندي. هم دول العملات الاساسيه. في بعد كده السب ميجور كرنسي اللي هم العملات الفرعيه. طبعا عمليات البيع والشراء في العملات الاونلاين بتتم من خلال المنصات التابعه، منصات التداول، وبيتم من خلال المنصات، وبيتم بكميات زي ما احنا بنتحرك في قيمه الصفقه بتبقى سواء باي سواء سيل سواء هولد.
ماركت سوق العملات بيبقى موجود خلال 24 ساعة. ميزة التعامل في العملات بيبقى عندنا بيانات واضحة خاصة بيها، زي ما اتكلمنا العوامل اللي بتحكم في قوة العملة زي التضخم، زي معدل البطالة، زي المشاكل اللي ممكن تحصل، ايه الصادرات، الناتج القومي، كل الداتا دي هي بتدينك رؤية للعملة دي، هل العملة دي هتكمل بقوة ولا العملة دي قد تواجه موجة تصحيحية في الفترة القادمة. في تداول عن طريق حاجه اسمها شير باسكت. الشير باسكت انا بختار قطاع واحد واقدر استثمر فيه، زي مثلا اتكلمنا على السوشيال ميديا، يعني قطاع الشركات اللي بتشتغل في مجال الخدمات السوشيال ميديا او الخدمات الاجتماعيه الالكترونيه، زي الستريمينج، زي الارتفيشال، زي الاويل اند غاز، زي رينيبل كارز، زي الاي في او الكتريك فيكل، زي الجيمنج. فانا بختار شير باسكت، بستثمر في كل الشركات دي بتحدث بنسبة مساوية، يعني بشوف أكبر الشركات دي وديهم نفس الويت بتاعها. ده بقى الباسكت، وده هياخدنا لفرق بعد كده مع الاندس أو مع المؤشر، الفرق بين الباسكت والحاجة. نيجي لنوع من أنواع الاستثمار بيعتبر هنا الريت بتاعه 2 ستار من 3 3 ستارز فروم 3 فده يعني very good rate للاستثمار في البونز. البونز او السندات من اكثر الاستثمارات تعتبر محدودة الخطورة، ما بقاش يقول استثمار امن، لكن استثمار امن ما not matching، ما ينفعش نقول استثمار، انما هو من اكثر الاستثمارات مع اللي هي calculated risk بتاعها بيبقى واضح بالنسبة لنا، لان اقل يعني يعتبر هذا الاستثمار بشكل عام اقل خطوره من استثمار في اسهم وفئات واصول اخرى، لان بيبقى ليك معدل العائد بتاعك قد ايه، السند مع تاريخ الدفع الاستحقاق بتاعه قد ايه، في كوبونز، في انترست على السند، كل الكلام ده بيبقى واضح فروم داي 1. وطبعا السندات بتبقى جفرنمنتال، فبالتالي تقدر تامن نفسك. هنيجي نقارن، طب انا كمستثمر لو انا قارنت ما بين استثماري في الريال استيت واستثماري في الاونلاين او فوركس او وات ايفر، ان انا استثمر في المجال السيفيز او عامه، ايه الميزه اللي انا اقدر بحصل عليها لو استثمر في الريال استيت، والميزات اللي اقدر احصل عليها لو استثمرت في مجالات ثانيه؟ الريال استيت مزايا كتيرة طبعا، بس في مشاكل مهمة جدا. أول حاجة أنا بصرف فلوس كتيرة عشان عملية الترخيص أو عملية تسجيل الريل استيت ده. النقطة الثانية عملية البيع بتاعته مش سهولة. تالت نقطة إن ما عنديش ريفرنس برايس خاص بي، ما عنديش شارت، ما فيش جهة أقدر أرجع لها غير لما أقول سعر الذهب. فأنا عندي بورصة لندن أقدر أتكلم فيها سعر الذهب قد إيه، سعر النفط وأقدر أشوف البورصة بتشينج سعر النفط قد إيه، إنما أنا في القرارات ما عنديش ريفرنس. يبقى أنا ما عنديش ريفرنس، أنا في سوق مضطرب لأن بيتأثر بنفس التغيرات اللي اتكلمنا عليها ماليا، بيتأثر بأي تغيير سياسي، بيتأثر بأي تغير صناعي، حتى في الشركات السبلاير الموجودة أو حتى قوة الشركة المنفذة اللي هي المين كونتراكتور الخاص بالمشروع. فبالتالي أنت نفس معاملة الخطورة، إن لو الشركة دي نفسها أو السوق نفسه الماركت اتأثر بنفس العامل اللي بتغير في السوق بتاعي، يبقى بالتالي أنا أشوف نفس التذبذبات، وإن كان ممكن نشوفه أكتر، لأن السوق العقاري زي ما اتكلمنا معاملات الخطورة بتاعته رقم واحد ان انا ما اقدرش اسايل الفلوس بتاعتي، ما عنديش ريفرنس نمبر، الاسعار بتاعتي مش واضحة لعمليات البيع والشراء اللي ممكن تحصل في الماركت. طب لو انا قارنته بالستوكس اندكس، يعني انا لو اتكلمت على الستوك ماركت، ايه الفرق؟ الفرق انك انت بتقدر تبيع وتشتري في الستوك ماركت اني تايم، ما عندكش انك انت تبقى هولد لغايه لما تقدر تتباع الوحده دي زي ما كان حصل، ما فيش المصاريف المرتفعه جدا في عمليات التسجيل اللي بنشوفها في الريال استيت، في عندك ريفرنس نقدر نرجع له في الاسعار، فبالتالي بدل الاسعار اوريدي ريفرنس بظهر من البدايه. تاني نقطه اقدر اقوم بعمليه البيع والشراء في اي وقت بدون اي كنترول على الموضوع بتاعي، ده نقطه مهمه جدا. تالت نقطه ما عنديش اي مصاريف، فبالتالي ده ميزه من اهم مزايا وأهم نقط المقارنه. في حاجه مهمه جدا اللي هي المارجن تريدينج. المارجن تريدينج ده اللي هي بتقارن ما بين الديبوزيت والباينج باور، زي ما هتكلم على الديبوزيت باينج باور، ده هنا اللافرج. الرسمه دي ممتازه جدا في الشرح يعني ايه المارجن تريد.
التعاملات الخاصة بالمنصات اللي هي التعامل الإلكتروني أو الـ CFD دي منصات بتشتغل على طريقة المارجن. مارجن يعني مضاعفة لقيمة رأس المال. يعني أنا كعميل ببدأ أحط مبلغ للاستثمار ممكن أستثمر بأضعاف القيمة دي. طب إيه استفادة البورصة من الموضوع ده وبدأ إزاي الموضوع ده؟ كلام تاريخي. في البداية كانت البورصة بتشتغل أو البورصة عامة في شكل عام هي بيبقى موضوع إن الناس بتشتري في السلع في الأسهم أو في الستوك نفسه وبتبيع، سواء كانت السلعة دي كانت كوموديتي أو كانت بوند أو كانت شير، فالناس بتشتري وتبيع طبقا لأي سلعة في العالم، العرض والطلب. المعروض هو calculated، يعني هو حاجة ثابتة، لأن أنا هشوف المعروض من أسهم الشركة دي قيمته ثابتة، المعروض من الذهب قيمته ثابتة، المعروض من الخامات الأصل فيها أنها إيه بتخلص. فبالتالي أنا دلوقتي هتحكم في السوق لأن أنا ما عنديش leverage، فأنا الماني توك أي فلوس هي اللي تتكلم. أنا شخص لو شخص عنده ملاءة مالية كبيرة هيقدر ينزل يشتري سلعة ما، وتبقى كانت السلعة دي في طلب عليها أو ما فيش طلب عليها، هو هيخلق الطلب نتيجة إن هو بدأ يشتري بكميات كبيرة، فبالتالي هو بيحرك السوق زي ما هو عايز، لأن هو طبقا العرض والطلب اللي قاعد أساسي في السوق، هو لما ينزل يشتري هيرفع سعر السلعة دي فهتواجهنا مشكلة. فلأن أي ماركت أو أي شركة الستوك اكسشينج نفسها هي بتستفيد من الباي والسيل مش الباي اند هولد. باي اند هولد مفيش ماركت، لأن لازم حد يبيع عشان حد يشتري، إنما طول ما مفيش حد يبيع يبقى مش هشتري، فبالتالي لازم يحصل حاجة اسمها إيه؟ كمية شراء أكبر من القيمة بتاعتنا اللي يسمحوا بيه عشان يبقى بدأ ما في بيك تايكونز أو في البنوك المركزية تقدر تحكم ليه عندها كاش بتقدر تقوم الحركات دي، لا عشان يبدأ نفس منافسة ليها من صغار المستثمرين الانديفيدوال بروكر سوري الانديفيدوال تريدر عشان يقدر ينافسوا البيك تايكونز. فتم السماح للانديفيدوال إن هم يشتغلوا بنظام اللافرج أو مضاعفة رأس المال عشان يقدروا يفتحوا صفقات أكبر. بدأ مضاعفة رأس المال كان 1-to-1، يعني كان 1-to-1، بعد كده بدأ يزيد يزيد يزيد، وصل لغاية 1-to-200 و1-to-500 في بعض المنصات. وطبعا دي أرقام فلكية، ده أرقام not accepted، ده أرقام عالي جدا على أي حد يتداول بالأسهم أو يتداول في أي شركة كانت أو indices بالقيم المضاربة العالية دي، ده معناه معامل خطورة خيالي، معناه ريسك عالي على الاستثمار بتاعك، بالتالي انك انت تخسر كل فرص الاستثمارية الخاصة. فاللي احنا عايزين نقوله ان هو الاستثمار في الستوكس باستخدام الليفرج، بس لازم اكون حاسب انا هاخد ليفرج قد ايه، لازم يكون معامل الخطورة عندي يكون منخفض، لازم يكون نسبة المضاعفة عندي تكون كالكوليتد وتكونش نسبة مضاعفة عالية، لان ارتفاع نسبة المضاعفة معناها ارتفاع نسبة الليفرج معناها ريسك عالي جدا على الحساب بتاع المستثمر. النقطة المهمة برضو ان نتيجة إنه بدأت الناس تستعمل استخدام الليفرج، لجأت بعض البنوك المركزية زي البنك المركزي الإنجليزي في سنة 2018 لتقنين موضوع الليفرج، بمعنى قسم العملاء إلى قسمين، قسم عملاء بروفيشنال كلاينتس وقسم عملاء تاني نون بروفيشنال كلاينت. البروفيشنال كلاينت بيسمح ان هو يديهم ليفرج عالي اللي هو 200 سمتايم 500، النون بروفيشنال كلاينت ما بيسمحش ان هو يديهم الليفرج ده، الماكسيمم بتاع الليفرج بتاعهم بيبقى 1-5، يعني لو هو حاطط 100000 دولار بيسمح له ان هو ياخد بوزيشن اب تو 500000 دولار. فده اللي بيحصل ما بين الهاي ليفرج والريسك بتاع المضاعف. شورت سيلينج، يعني ايه شورت سيلينج؟ ازاي؟ في ميزه مهمه جدا من مزايا الاونلاين تريدينج ان انا اقدر ابيع سلعه مش موجوده عندي. طب يعني ازاي عمليه البيع للسلعه مش موجوده دي عمليه معقده؟ لا مش معقده ولا حاجه. باختصار انا دلوقتي انا معيش ذهب،
وعايز ابيع كميه من الذهب في السوق، وشايف ان الذهب دلوقتي مثلا سعره 1900 دولار، وشايف ان 1900 دولار دي منطقه عاليه جدا على الذهب، والذهب المفروض ينزل 1900 ل 1800، يعني المفروض الذهب ينزل 100 دولار 100 يونت، وانا عايز معيش الذهب عشان ابيعه، وعايز استفيد من الفرصه. بعض الماركت الاونلاين تريدنج بيقول لك انت ممكن تخش وتعمل حاجه اسمها شورت سيلينج للذهب، يعني تبيع الذهب من المستوى ده. طب انا بعت الذهب، ايه الاستفاده؟ ان كل ما الذهب ينزل انت بتكسب. لو افترضنا ان انا بعت عربيه النهارده بقيمه، او ان انا عندي فرصه ان انا ابيع ذهب النهارده، رحت اشتريت اخذت استلفت من حد 10 اونص ذهب وبعتهم على سعر 1900، يعني معنى كده ان انا دخلت جيبي او استفدت بمبلغ 10 يونت في سعر 1900 بقيمه 19000 دولار. جه بعد شهرين الذهب سعره نزل من 1900 ل 1700، فانا ملزم ان انا اسدد الشخص ده في الكميه اللي انا اشتريتها، ان انا خدتها منه، او الكميه اللي استرفتها منه اللي هي بتعادل ال 100 اونص دولار. فبالتالي انا بشتريهم، اشتريتهم كان سعر الذهب نزل لغايه 1000 دولار، فانا اشتريت الكميه دي ب 10000 دولار، بس انا بايعها بكام؟ ب 14500، فبالتالي انا كسبت من العمليه العكسيه اللي حصلت. ده معنى كلمه شورت سيلينج للماركت. نرجع نقطة مهمة كنا اتكلمنا فيها، يعني ايه بقدر اعمل ريسك مانجمنت. اي تريدر مهم جدا انه يعرف ان انا لما ببدا اشتغل، لما بنبدا نشتغل، او هو لما يبدا يشتغل بوزيشن في حساب، لازم يكون حاسب الريسك بتاع اي بوزيشن قد ايه. ما ينفعش يكون ان انا اسوق عربيه من غير فرامل، هو نفس الوضع بالنسبه للبوزيشن. لو بوزيشن من غير ريسك مانجمنت معناها عربيه من غير فرامل، وده طبعا معناه خطوره خياليه قد تصل الى ان الحساب يتقفل بسبب بوزيشن اتاخد خطا. فمن هنا طلع موضوع الريسك مانجمنت، اداره المخاطر الخاصه بالحساب، وطلع موضوع من التولز الاساسيه جدا هو الستوب لوس. الستوب لوس ده يعني امر بيسيبه التريدر او بياخد بوزيشن، بيسيب الستوب لوس امر امتى يخرج السيستم اوتوماتيكلي بدون الرجوع للمستثمر. يبقى السيستم بيقوم بالموضوع ده من غير ما ارجع للمستثمر نهائي. على سبيل المثال، انا لو اشتريت السهم اللي قدامي ده عند السعر بي، والماركت طلع وانا ما عملتش كلوز، والماركت نزل بس انا حاطط ستوب لوس هنا، فالماركت هيقف هنا، النزول اكبر، بس بوجود الستوب لوس او وقف الخساره لما خرجني هنا هو اوريدي خلاني حمل حساب من الدروب ده، حمل حساب من اي فارزه دروب ممكن يحصل. فالستوب لوس بيبقى مهم جدا ان انا اقدر اوقف الخساره بتاعتي، ان من اهم الحاجات في دخول اي صفقه مش ان انا ابدا الصفقه، على قد ما انا برضو مهم اعرف امتى انهي الصفقه بشكل ايجابي. Diversification اللي هتكلمنا عنها اللي هي التنوع. كل ما كان عندنا Diversification تنوع في الاستثمار، كل ما كان الاستثمار بتاعنا بيعتبر أكثر أمان. ده بعض الأناليسيس الخاصة ببعض الفرص الاستثمارية في الشركات والإنرجي سيكتورز وبعض السيكتورز وحجم الريتيرن في انفستمنت بتاعها year to year خلال الفترة الماضية، حجم الزيادات اللي كانت موجوده قد ايه. في استراتيجيز مهمه جدا جدا بنقدر نطورها، وبنقدر من الحاجات التكنيكال المهمه في اي نوع من انواع التداول هو البير تريد. البير تريد ده من اكثر التريدز استراتيجي اللي ممكن تكون ايجابيه خلال الفتره القادمه اللي هي فتره الفولاتيليتي، لان كل ما في تذبذب كل ما خلقنا فجوات سعرية ما بين الأزواج المتراضة. يعني الكلام الكبير زي ما بقول مش واضح معين، لا هو كل ما بنقول إن إحنا زاد التذبذب في السوق، كل ما ادانا فرصة
لأن أي أزواج مترابطة بيزيد المسافة الفجوة السعرية. الأزواج المترابطة هي أي زوجين ليهم علاقة بنقدر نحكم عليها خلال فترة طويلة، إن في كورليشن بيتحركوا حركة إيجابية مع بعض وبيتحركوا حركة هابطة مع بعض. طب هنقول مثال عشان نفهم أكتر البير تريد. لو مثال أنا عندي شركتين زي أبل زي كوكا كولا وبيبسي، الاثنين في الماركت ليهم نفس الشير بارت، بيتحكم فيهم نفس العوامل اللي بيتحكم فيها. جه بعد كده كانت شركة كوكا كولا بتدور على مستوى 200 دولار، شركة بيبسي بتدور على مستوى 100 دولار. مرة حصل إن كوكا كولا السعر ارتفع من 200 دولار لغاية 300 دولار، في حين بيبسي السعر ما ارتفعش من 100 دولار زي ما هو ثابت عند ال 100. يبقى أنا التوقع بتاعي هي حاجة من الاثنين، يا كوكا كولا يحصل لها عملية هبوط أو بيبسي يحصل لها عملية صعود، عشان الفجوة السعرية اللي بينهم اللي كانت طول عمرها ثابتة 100 دولار ترجع ل 100 دولار تاني بدل ما يبقى 200 دولار. هو ده اللي احنا بنعمله في البير تريد، ان انا بعمل اناليسيس لازم على الاقل 10 years back test، بعمل back test للبير تريد بتاعتي، بشوف الايديال تايم الماركت جاب قد ايه، ببدا اخد الاكشن بتاعي بيبقى باي وان انسترومنت سيل انذر انسترومنت، بعمل باي وسيل ات ذا سيم. هكذا نتجع عن التكنيكال أناليسيز. What are the assumptions؟ إيه التكنيكال أناليسيز؟ يعني بنحلل مناطق السعرية المهمة جداً في أي شرط خاص بي الماركت، بنشوف تحديد الماركت هل هو ماركت صاعد أم ماركت هابط، إيه أفضل أسعار الشراء، إيه أفضل أسعار البيع، إيه مناطق دخول الماركت. ده اللي بنقدر نشوفه من خلال التكنيكال أناليسيز والأسامشنز بتاعته. لو اتكلمنا الشكل بتاع الشارت عامة هو عبارة عن حاجة اسمها candlestick يعني شموع اسمها candlestick، الاسم الفعلي Japanese candlestick أي شموع اليابانية، الشموع اليابانية. طيب لو اتكلمنا عن candlestick نشوف ان أي candle لها أربع أسعار، close اللي هو الاوبن والكلوز والهاي واللو. الاوبن كلام سليم هو الخط الاسفل، هو ده الاوبن. الكلوز هو الخط الاعلى. الهاي اعلى قيمه حصلت خلال جلسه ساعه التداول. اللو اقل قيمه حصلت خلال جلسه ساعه التداول او التايم فريم اللي احنا بنسلكته ده، لو كانت بولش يعني لو كانت ماركت صاعد خلال الفتره دي. بوليش الكاندل ممكن تكون لونها أبيض أو أخضر، بيرش يعني ماركت هابط يبقى بتكون الكاندل لونها أسود أو أحمر. أول حاجة بنعرف إن لازم نكون أوير بيها هو السبورت أند ريزيستنس. حركة السوق ما بتمشيش حركة ستريت، حركة السوق بتكون من خلال ويفز، up waves down wave up wave down wave، وبيبقى ماشي خلال شانل ما بين السبورت اند ريزيستنس مناطق الدعم والمقاومه. طول ما السعر بيبقى طالع بيواجه منطقه ريزيستنس منطقه مقاومه، هنا السيلر الناس بتعمل سيل في المنطقه دي، ينزل السوق يواجه منطقه ثانيه اسمها سبورت دعم، الناس تدعم السوق لغايه لما ياخد القوه الكافيه لاختراق السوق ووصل لمستوى ريزيستنس واحد، دي مستوى ريزيستنس كام؟ 2. وطبعا المناطق اللي في النص دي سبورت. لاحظ حاجه مهمه جدا 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 في السبورت ريزيستنس، ان ده بايبرال ديفل، يعني كل ما الماركت ممكن يحترمه تاني زي ما هو كان ريزيستنس، هنا اتحول اوتوماتيك لسبورت ليفل لما الماركت اقترب المستوى بتاعه. الموفينج افريج ده زي ما رسمنا الموفينج افريج، الموفينج افريج ده المتوسط الحركي، ان انا بقدر احول الحركه دي لارقام واقدر اكس احسب المتوسط بتاعها. ده ترند لاين، لو كان ابر هاير لو lower high وهكذا بكبه higher high lower high، ده معناه ان هو ده upside trend. الdownside trend تشوفه زي ما نقول higher lower high lower low، فطول ما انت تتحرك lower high lower low معناه انك انت market down او market في حالة هبوط.
مزايا وعيوب. ايه المزايا والعيوب بتاع التكنيكال اناليسيس؟ هذا اول حاجه الايجابيات انك انت عندك ان ده عباره عن ماثيماتيكال اناليسيس، فده تحليل رياضي. التحليلات الرياضيه قد تكون قائمه بنسبه كبيره منها على الريسيرشز وعلى ابحاث، وبالتالي التحليل الهندسي ده تحليل رياضي، او التحليل التكنيكال ده تحليل رياضي لبعض الداتا في الصوره بتاعتها النهائيه. بعد كده ان هو في عدد كبير من الاوبشنز لل تكنيكال انديكيتورز اللي تقدر تستعملها في انها تقدر تحدد لي اتجاه الحركه هتمشي ازاي. بعد كده نون ايموشنال، ان ده روبوت تكنيكال ارقام، نون ايموشنال مش تبقى حساسه لسام انت العميل بيحبه او العميل بيكره. ايه كونسبت هي العيوب بتاعته؟ ان في عدد كبير من التمبلتس والتكنيكال انديكيتورز لازم يفهمهم بشكل جيد عشان يقدر يتعامل عليهم. النقطة الثانية بنتكلم على ان في بعض المؤشرات دي بتحصل لها عملية بلوكينج عشان عدد الناس اللي تستولت عليها او عدد الناس اللي عملها ستيرينج ايه نسبة كبيرة. ده كان كنت معاكم النهاردة بخصوص الموضوع بتاع البداية بتاعت الانفستمنت، واتمنى اكون قدمت برزنتيشن بالتوقع ايه اللي ممكن يحصل خلال الفترة الجديدة. هل في اي سؤال؟ كان معكم محمود عارف من Century Financial. انا شاكر جدا لتواجدي معكم النهاردة، واتمنى ان شاء الله المشاركة معكم في اللقاءات التانية خلال السنتري إن شاء الله، وأتمنى لكم تداول آمن خلال الفترة القادمة. شاكر جدا جدا لوقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.